طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نبارك لكم مجددا دخول هذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع عنا الوباء والربا والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله وبياكم في هذا الأسبوع، أعتقد الأسبوع الخامس في اللقاءات الاستشارات الأمنية مع الضيف والمضيف في آن واحد، الضيف والمضيف الدائم سعادة العميد الدكتور محمد عبد الله المشاوي، رئيس مركز حي المسفلة. كلما أردت أن أطرح يعني محاور أخرى وأسئلة أخرى، لكن حديث الساعة لابد أن يعني نتحدث بحديث الساعة، كورونا وما أدراك ما كورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الداء وعن جميع بلاد المسلمين. أذنت لي دكتور أبدأ بيعني نقطة يعني انتشرت في هذه الأيام بخصوص فيروس كورونا، وسنتطرق لها من الجانب الأمني. في إحصائية في موقع بي بي سي نقلها الزميل الإعلامي رياض الكريجي، قول فيروس كورونا أكبر موضوع للتصيد الإلكتروني في الوقت الحالي. القراصنة الإلكترونيين يرسلون يوميا 18 مليون رسالة احتيال على البريد الإلكتروني. شركة جوجل قامت بحظر أكثر من 100 مليون رسالة احتيال على البريد الإلكتروني. يعني شركة جوجل حظرت أكثر من 100 مليون رسالة احتيال على البريد الإلكتروني. أكثر الرسائل الاحتيالية المرسلة إلى المستخدمين في الوقت الحالي يتعلق بفيروس كورونا. نود نصيحتك يا سعادة العميد من الناحية الأمنية فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية، لا سيما أن لكم بحثاً عن جرائم الإنترنت. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أتمنى ببلوغ شهر رمضان، الحمد لله أن بلغنا شهر الصوم ونحن في صحة وعافية ورخاء وأمن واستقرار وراحة بال. الحمد لله معانا إن شاء الله على فعل الخيرات والطاعات، وأن يوفقنا إن شاء الله استقلال هذا الشهر فيما يرضيه عنا يا رب العالمين. بدون هذا الشهر أو هذه السنة قد رمضان كالعادة ولكن هذه سنة غير. سبحان الله، ظروف غير يعني لم تعاصر من قبل ولا أظن أن تعاصر فيما بعد. ظروف أي كل معنى الكلمة، ولكن لها فيها منها أن نستمر تواجدنا بين أهالينا وأبنائنا في غير سرية، في غير في التقرب إلى الله، في عمل الطاعات، في تطوع ميداني إن أمكن، في فعل الخيرات، في تفقد جيراننا، في تفقد العمالة، في تفقد من يحتاج لنا، بالذات أصحاب القوت اليومي. طيب نرجع لي عشان بس الموضوع دكتور كنت بقول مسألة أو رسالة وصلتني عليه، سامحوني. إذا كنت تخشى أن تصاب بالتخمة أو السمنة في رمضان نتيجة العزلة، فتفقد من يخشى أن لا يجد الطعام في رمضان نتيجة العزلة. في كثير وفي كثير وفي كثير، يعني خلينا فعلا نتفقد من حولنا. أقرأ صحيحة فاجر الناس لكم أقرأ نارهم أنه في حاجة كثيرة. الناس
كما تعود على الناس. قبل فترة هنا في المخطط رحنا الشباب بردان عبدالله يعني حصل من كبير في السنين وقف عام ورجع يعني أموره طيبة حصلوا يبكي هو معالم بوبا توقف عنده إيش بك يا عم قال له والله يا ولدي ما عندي مثل ريال في جيبي كله والبيت مليان ما شاء الله أنفس ما يوصلني جمل بوبا ولا بوبا غير مثل إشكالية كبيرة جدا قبل ما يحضر يعني ساكن في وصلت وعياله راح الصوت أيوة الصوت بيقطع الصوت في تقطع يمكن تخرج وترجع مرة ثانية ما أدري تبغون طيب أشوف أي نعم أخرج طيب أخرج دقائق وأرجع لكم ثاني يلا يمكن استني يمكن نقرا عليه ويروح استني فين البتاع مرة يخرج ليه ميتين يلا والله كنا ايوه كنت بأسأل بخصوص فيروس كورونا أكبر صحيح. موضوع للتصيد الإلكتروني وفق الإحصائيات صحيح موقع ليس أكبر لأنه دكتور علي المجرمون نعم المجرمون دائما في الغالب مبادرون وأذكياء أقصد يقتلون الأزمة يعني يركب الموجة بسرعة يركب الموجة بسرعة يبادروا في ركوب الموجة فأي أزمة تجي طيب. أو تفضل أقول لأ نصيحتك يعني طيب. حكم لك هذا شيء سابقة في أي أزمة تأتي سيركبوها سيبادروا فيها طوالي أتمنى ألا نساهل في عدة نقاط يعني أول شيء برامج سواء الحماية من الفيروس أو مضاد الفيروسات لازم يكون معنا في لا يتهاون فيه كثير من يتهاون فيه ما هو مكلف والله شيء بسيط أقل من 100 ريال أو شيء من كده خذوا مضاد الفيروسات موثوق به أي واحد أدخلوا عن جوجل أكتبوا مضاد الفيروسات ما بصير عليك برنامج والمهم أن يحدث على طول حدث البرنامج لا تفتحوا رابط مشفوها يجيك لينك يجيك رابط شيء لا 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 عنده شغل إيش الإيميل يرسل لك رسالة تهديد من هاكر إنه وصلنا رقم بياناتك السرية ويعطوك إيميلك يحطوك جميع سر يعني بس بنا ما فيه يأخذوها كثير يشغلوها وقد يبتزوك ترى شفناك في موضع غير لايق شفناك دفون القصص وصلك في اليوم مثل 4-5 رسائل يبتزوك أنت أخر منهم أنه كثير لا يثير فيك أغريزة لو صار فيك أي نوع من الغرائز هيتلغي عقلك لا يثير فيك أي نوع من نوع الغرائز لا خوف لا فضول لا شجع جشع طمع أي غريزة لو أثاروها فيك هيتلغي عقلك اشتغل عاطفتك هيوصلوا لك في بروجكت سمعتوه حق المديونين هذا طبعا فرجت مربوط بإبشر منتحلين في ألمانيا نزلوا نفس التطبيق تقريبا نفس التطبيق بواجهة نفس الواجهة نصابين
خلينا نكون يعني نشغل الحس الأمني فينا شوية، خلي الشك في التعاملات الإلكترونية هو المقدم، خلوا الشك في التعامل الإلكتروني سواء على سواء على أجهزة ذكية أو على النت. شكرا مع السلامة. بمعنى لما يكون الشك هو المقدم في جميع أو أغلب ما يصني، أكون في السيف سايد، أكون في منطقة الأمان. يعني بمعنى هما كيف يشوك؟ يستغلوا الفرصة، يستغلوا رسالة من شخص تثق فيه، يستغلوا يواكبوا الحدث. كورونا خش بيانات تحديث عن كورونا، أو حتى استغلوا ترى هذه وزارة الصحة وجات اسمك حصلنا انه في كورونا، ادخل على رابطك. عمره أجهزة الدولة ما تشتغل بالطريقة هذه. والغالب ايش يسووا؟ يحطوا لك فرضا نفس المسمى حق وزارة الصحة، فرضا على سبيل المثال بتكلم، ويحاول يضيف له سب دومين والدومين الاساسي، مهم، بحيث انه اللي ما عنده خبره كبيره شويه، مو كبير يعني معرفه بسيطه بالاسماء الدومين او اسماء ايش يسموه بالعربي النطاقات، هو دائما. نعم دكتور، اقول دائما الاسم العربي يتكرر يعني، اما الانجليزي ما يتكرر، فيحاول يضيف حرف او رقم. صحيح اللي ما عنده فعلا. ايش 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 بيصير فرضا؟ من شاولتكم فرضا، بعد ما يحط لك من شايف الاول، بعدين يحط لك سلاش زي سبق. الان سبق كثير بينتحلوا لانه منتشره، كثير بينتحلوا اخبار عنه ملفقه، يحطوا لك رابط جزء من سبق، والاخرين يحطوا لك بعده كلمات. هذا اللي هو يسموه سب دومين، يعني الدومين الاساسي او النطاق الأساسي، هم يلعبوا في الفرعي. المهم يعني اللي بينظر لها نظرة أولية يشوف والله هذه سبق، هذه وزارة الصحة، هذه وزارة الداخلية، هذه ما أدري إيش. لا يعني لو قدمنا الشك في جميع ما يصلنا، بالذات في التعامل الإلكتروني، نكون والله في مأمن إن شاء الله. وزي ما قلت لك، لا خلي تحكم او المقدم لك عقلك وليس عاطفتك. ان شاء الله اكون اجبت بصفه عامه كده يا علي، اسمعني ولا رحت انت كمان؟ طيب عنين ترجع انت. صدر اليوم اظن بيان من امن الدوله في عده نقاط، عن كنت ببحث فيه بس ما رضي يجي معايا، عن فيروس كورونا، عن أزمة كورونا، وعن الحالات اللي بتصير فيها. خلاصتها الآن طبعا الزمن تغير، الوقت تغير، استخدام الأجهزة الذكية أظهر جرائم أخرى لم تكن معهودة، أظهر مخالفات، بلاش نقول جرائم، مخالفات ترتكب لم تكن معهودة، أظهر أنظمة وتعليمات لم تكن موجودة. بمعنى يعني عمرنا ما سمعنا يعني واحد يخالف عشان صور مقطع فيديو هو يعتقد إنه دعابي أو سميه ما شئت، كسر حظر التجول وحب يهايط، حب يتفاخر، حب وصور، هذه جنت عليه. نشر الشائعات،
عن كورونا وغيرها. في كثير الآن والبيان حق أمن الدولة يعني أعطي، كنت أتمنى يكون حاضر عندي، أعذروني بس ما ساب الوقت، حتى إحصائية لمن قبض عليه أو من هم قيد الإجراءات الآن في موضوع نشر الشائعات، في موضوع تصوير أو انتهاك التعليمات الحظر أو غيرها، في مواضيع عدة حددوها. فأتمنى أن نرتقي باستخدامنا للأجهزة الذكية وللنت بما يجنبنا المساءلات، لأنه الآن يعني ما هو لعب، أما الدولة شغالة ولها جهدة على مدار الساعة، فلا نعرض نفسها للمسألة. يعني في العقوبة توصل إلى 5 سنين ترى السجن، مو سهل، مو هو سهل، ما 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 في مرحمين يعني أنا أقولهم. فلا لا يعني نتهاون، أنت رحت يا علي دوبا هذا النت مشكلة. حياك الله يا دكتور مرة تانية. طيب وصل مدير اللقاء مع الحمد لله على السلامة. فلان يتهاون في الأمور هذه، موضوع التصوير، موضوع التشهير بالناس، موضوع نشر الشائعات، موضوع أنا بحاول أجيب رشات ما أطلع معي عشان أشوف إذا في أسئلة في شيء. بصفة عامة هذه يعني المواضيع اللي يجب أن 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 نلتفت لها ونراعي فيها. موضوع مهم جدا، بتكثر رسائل التهديد والابتزاز زي ما قلت لك، يعني في برامج خاصة أسهل منها ومنتشرة، يجمع لك أوتوماتيكي يعني يرسل لك على الجهاز، يحاول زي كده زوم أو يجد أو برامج أخرى يلقط لك اليوزر أو اسم المستخدم وكلمات السر، ويرسل لك رسالة على الإيميل، الله ترى نحن وصلنا بياناتك، نحن هاكرز، وأرسل لي بالباي توكن الإلكتروني هذا بيت توكن. المهم حيزعجوك سواء إيميل ولا شيء، ويبدأوا يخوفوك، يثيروا الرعب فيك، هذا اللي بقوله، حيثيروا فيك غريزة. لا 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 تلتفت لهم، والله صدناك في يعني في لقطة أو في استخدام غير شرعي أو سميها معشد، لا تلتفت لهم إطلاقا. أقول هنا السائلة تسأل تقول كيف نفرق، فرق بين إيش؟ أنا بحاول أشوف الشات ما ناضج معايا، فرق بين إيش؟ بين ال ها شو جات هنا؟ نعم ممكن تقصد بين الرسائل الحقيقية والوهمية هو أنا قلت لك يعني الأساس خلي الشك هو المقدم في التعاملات الإلكترونية صح التعبير، بمعنى خلي أغرب الرسائل اللي تجيك شك فيها. للأسف هذه طبيعة وهذه أمور هنتعايش معها. لو سلمت بين إنه كل الرسائل اللي بيجيني صحيحة، أبقى عرضة سهلة للهاكرز، سهلة جدا. الآن في مواقع سعادة العميد، في مواقع يعني تدخل فيها الرابط ويبين لك إن كان هاكر أو رابط حقيقي، حسب ما طلعت. ما لا ممكن أنتوا أخبر مني في ذلك، ممكن بس هذه قد يكون للمتقدم في الاستخدام التقني. أنا بتكلم عن مستوى العامة اللي يدوب يعرف إن هذا رابط وأحياناً يصعب إنه يفكه. فأنت يعني وأغلبنا كذلك ما عنده التبحر في أمور التقنية، ومو عيب يعني، إحنا بمشي أمورنا جداً. هي السائلة بتقول يعني
السائلة هنا وضحت في سؤالها. يعني رسالة جاتني من شخص يعني أعرفه، مثلا جات الرسالة من حمدي، فعلى طول يعني ثقة هذا، فتقول كيف أقدر أفرق إنه يعني جواله صار له هاكر؟ ببساطة شديدة، وهذا اللي بقوله، هو ما يعني عمر الحرامي يقول لك أنا حرامي، حيجيك حيهكر جوال محمد منشاوي ويرسل رسالة حتى لزوجته لكل من مضاف عنده على انه هو انت تثق فيه، الله هذا ابوي هذا اخوي هذا حرمتي هذا زوجي. ايش محتوى؟ من يوم ما يكون المحتوى ارسل لي شيء، سواء كلمة سر، سواء رابط، سواء اي شيء، خلاص. يعني بالامانة انا يعني ولا اعوذ منكم، انا حفظت خلاص انه هي ياخذوها تبك، ياخذوها نمط، يعني صار خلاص حتى القالب حقهم الكلام كله نص خلاص. يعني اخر محاوله قبل اسبوعين تقريبا او قبل اسبوع جاتني رساله على الواتساب من واحد اعرفه واعزه، صديق علي، صديق جدا، السلام عليكم. وعليكم السلام. حتى ابو عبد الله اول مره يجيني والله باسم ابو عبد الله، العاده عادي انه يعني يخش يشوف المعرف حقك في الواتساب ايش هو، فهذا شويه متقدم. السلام عليكم عبد الله، تمنيت ابو عبد الله اول مره اقول لك يجيني من هاكر، يا ما يجيني صار هاكر، مرحبا. بدا نفس النغمه، جاتك رساله، الناس حقهم هم بيحاولوا ايش يوصلوا للرساله اللي تجيك من الواتساب على جهازك، فيحاولوا يثيروا فيك نغمه او يعني اي غريزه. الله الهمني، خليني بدل ما يضحك عليه خليني اضحك عليه، بدل ما يسرقني خليني اسرقه. قلت له اهلا، طبعا رسائل نصيه، يا اخي الكريم فينك من زمان، تب طالبني فلو الله يغفر لنا كذبنا، بس عاد تقول له تمثيليه تمثيليه، نمشي تمثيليه مع بعض. انا اثرت في غريزك الطمع، فينك يا اخي الكريم؟ ادوب جاتني 50,000 لكل طالبني بها، هو بيقول لي ارسل لي القصه حقته. ابو عبد الله انا في البنك برا وبطاقتي منتهيه، ارسل لي صوره بطاقتك حق البنك وصوره هويتك. يا اخي الكريم والله ابشر، عيوني اثنين، البطاقه بالسياره، السياره مع ولدي والولدي، ماشي من الفلام هذا، الله يغفر لنا. انما يا اخي الكريم ترى وصلتني دوب فلوس 50,000، اعطيني رقم حسابك، انا ابغى رقم حسابك عشان اعرف من هو. طبعا تردد بس شاف 50,000 طمع، انا اثرت فيه الغريزه اللي هو يبغى يثيرها فيا، تردد شويه، قال لا ارسل لي رقم يا اخي، والله انا قلت لك تبغى ولا ترى الفلوس ممكن صاحبها بكره يطالبني من بها، والله يلا مع السلامه بكيفك. اثرت في طيب حاضر، جلست يمكن 10 دقائق يستخير ويصلي ويشاور، حاضر ارسل لي رقم حسابه في بنك الرياض. طبعا رقم حساب بدون اسم، فلازم يكون الاسم، وهذا شيء بديهي، يعني لما تيجي تضيف حساب لازم تدخل اسم رقم الحساب احصاء في الحساب، بالذات اذا كان في بنك اخر، لكن لو انت في الاهلي هو في الاهلي تحط اسم رقم الحساب يظهر لك من هو، في الراجحي يظهر، لكن من بنك اخر لازم تحط الاسم الرباعي، هذا شرط مؤسسه النقد. يا اخي الكريم ما علي اعطيني اسم الرباعي، ها قال له يا اخي الكريم انا عارف انه حسابك مجمد، انا بتكلم على انه هو صاحب الحساب، هو صاحب الجوال، عشان اما حد له يعطيني رقم حسابه الشخصي، واضح القصه معايا ولا لوحدي انا؟ نعم نعم نعم، اقول جاء في العنوان الغلط هو، جدا 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 والله يفرق بيني، بس الحمد لله. طبعا انا بوهمه يعني انا مصدقه. طيب يا اخي ارسل لي، ها لما تقدر ترسل لي حساب، لحظه ترى انت قلت لي ان حسابك مجمد عشان اعطي له فرصه يرسل لي رقم حساب اخر مو باسم راعي الجوال، فارسل لي رقم حساب صديقك اللي جنبك، اي واحد تثق فيه، ترى فلوس جاهزه
ولا يرجع رايح الحساب بكره يطالب مني بها بكيفك. قلت لك سنه بتطالب من فلوس اسادي وانا مستحي منك. ارسلك الحساب. طيب ارسل لي اسم صاحب الحساب حق صاحبك هذا، ارسل لي. انا طمعت شويه. طب يا اخي طيب هي ارسل لي رقم جوال رايح الحساب. هنا الفار لعب في عبه. طيب بنات عندي خلاص صورتها وارسلتها على كل آن شغل هنا وشغل على كل آن أمن. أصور وارسل. شوية ما شفت اللي مسح الرسائل قد مصورها وبدأ يشتم في الكلام. يا يعني أنا لعلي لو اتفقت بالأول كان حلو وجابوه إن شاء الله إنه بجيبوه. فلا يثير فيك غريزة. لو أثار فيك غريزة مشكلة. سعادة العميد، هل هم من داخل المملكة يعني؟ بعضهم ايوه، يعني هذا في بنك الرياض هنا. نعم. بعضهم لا من خارج. يعني اذا تذكروا قبل هذا جات تجارة الفقع، سمعتوا بها؟ تجي رسائل من المغرب من دول عربية، انا تاجر، انا من طرف الامير فلان ادي من يعني كل الوسائل اللي تخيلها انت يلعبوها. المجرمين اذكياء. طيب سؤال يعني يطرح نفسه، الاجراءات الامنيه اللي ينبغي للانسان لا سمح الله اذا يعني تعرض لتهكير لحساب او احتيال، اول خطوه يعني اسويها اتجه للشرطه ولا ايش الخطوه اللي اسويها اول شيء؟ لانه كثير يعني في الايام صحيح. الماضيه تعرضوا يعني هاكر حسابه والواتساب، يعني ايش اول خطوه عشان احمي نفسي؟ اول خطوه اثقف نفسي في كيفيه حمايه جهازي. عندك الان الضمان بخطوتين، خليني اسوي ببساطه شديده اللي هو التاكد من شخصيه صاحب الجوال او صاحب الواتساب على بخطوتين. نفذها ما حتمنع، حتصعب وحتقلل فرص اختراق جوالك. يعني لو تلاحظ بقول لك اذكياء، المجرمين اذكياء. لو تلاحظ قبل يمكن شهر انتشر مقطع تثقيفي انه لو تهكر الواتساب حقك نزل واتساب بزنس اعمال الان جديد موجود، في خلال ثواني خلاص يتلغي الواتساب من جوال المخترق. اكتشفوها وصاروا ايش يسووا؟ يخترق جوالك وينزل هو واتساب بزنس، بحيث تيجي تحمل واتساب بزنس يقول لك لا بعد 12 ساعه. فلو عندك موضوع التحقق بخطوتين هذه واحده. الشيء الثاني لا تثق حتى بنفسك. لو جاتك عندك جوالين وجاتك رساله من جوالك الثاني على يقول لك اعطيني رساله نصيه، اعطيني الرمز السي، ما حيقول لك اعطيني، بس يقول لك حيثيرك بغزير. اوه جاتك رساله نفس الرساله اللي جاتني. اي رساله تجيك لا ترسلها. اي رساله تجيك لا، لانه الرساله هذه هم اللي يبغوها، هل فيها رقم سري او تخش على رابط. والله زي ما قلت لك الان موضوع نزلوا تطبيق فرجت على نفس تطبيق فرجت حق وزاره الداخليه اللي هي تسديد الديون على المعسرين، قبل اقل من 5 ايام انتشر هذا، نزلوه على الستور الابل ستور اظن ولا جوجل بلاي. التطبيق هذا من المانيا، اخذوا نفس الواجهه حق فورجت وحق الوزاره الداخليه وسووها. بس طبعا معني هنا انا يعني لازم اكون ذكي شويه. فرجة فرضا على سبيل المثال مرتبط بابشر، وابشر من يوم ما تخش لازم تحط رقم الهويه، فمستحيل احط فيه بيانات اخرى غير كذا. انا بحاول اجيب اقرا سؤال الاخت هذه. اختي كانت فيها رسائل من بنتي، بنتي ما لها علم. هو نفس المشكله، يكون جوال يكون مو جوالها. معلي خلينا نفرق بين اثنين. الجوال لما اخترق
غير ولما الواتساب يخترق. اغرب اللي بيصير الان اختراق واتساب وليس اختراق جوال، بمعنى بس التحكم في الواتساب. بمعنى لو جاتك ها نقطه مهمه جدا، جاتك رساله من حربتك زوجتك على الواتساب شكت فيها، لو اتصلت عليها حتمكن تتمكن من اتصال بها صوتيا او رسائل نصيه، ولكن رسائل واتساب اللي مسيطر عليها الهاكرز. فيعني فهمت، فهذا بقوله التهكير على فقط على التطبيق البرنامج واتساب وليس على الجوال كله. الجوال كله من يحتاج ياخذ منك بياناتك، ياخذ منك رقم السري. لا تحتفظ، من النقاط المهمه جدا، لا تحتفظ ببياناتك في جوالك ولا صورك. بالنسبه للبنات والشابات الله يحفظهم، يروحوا الزواجات يصوروا حفل تخرج مدرسه في صورهم جوالك، اللي يعتقد ان جواله في مأمن يبقى غبي، معليش اسمحوا لي بالتعبير هذا. لا تحتفظ يعني بارقام اغلب المواقع لما تحوش فيها، اذا عندك تستخدم البطاقه الائتمانيه احتفاظ تلقائي، لا تحتفظ شيء اسمه تلقائي، ولا تحتفظ لا تفعل خاصيه احتفاظ كلمات السر تلقائي. وخلي الشك هو المقدم في جميع ما يصلك، يعني لا نكون شكاكين مره عشان لا نتعب، بس خلينا نكون حذرين. يعني المؤمن كيس فطن، لا يثير فيك الغريزه، لا يثير فيك غريزه الطمع. يعني اتذكر نحن كنا ايام الامن الوقائي نداهم موضوع السحره وغسيل الاموال المشعوذين هذول. يجي لتاجر كبير معروف، تعال يا اخي اعطيني 100,000 انا اسوي لك 2 مليون. كيف؟ يجي اول شيء يطلع له $100 باي وسيله، $100 حقيقيه بلعبه كده سريعه، هيا يا ابوي امسك دقن بند خد روح اصبر المية تاكد منها $100 سليمه، يبدا يرتاح له. لكن المنطق لو هذا يقدر يسوي 100,000 2 مليون ما جاك. فلا يثير فريق لا يثير فيكم غريزه، اي غريزه لو اثيرت الغريزه غير الطبيعيه حتنعمل بصيره. طيب اذا في اسئله في مداخلات انا ما عندي مشكله اجاوب عليها. سعاده العميد، بودي الخطوه الاولى اللي تعرض، لاني في الاسابيع الماضيه يعني احد المشاهير تعرض لهكر وجواله صار يرسل رسائل لبعض الاصدقاء، ويقول اول خطوه سواها خرج حتى وقت الحظر واتجه لمركز الشرطه، فما ادري هل خطوته صحيحه ولا في طريقه يعني تكون. لا 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 ليه؟ ما علي، قد يكون مخطئ بس أرى تصرفه مو صحيح. يعني أول خطوة أنا ممكن أسويها، الله لا قدر اخترق جوالي، طبعا الواتساب عندي مو تحت سيطرتي صحيح، فبرسائل نصية خلينا أخسر 10-20-100 ريال لكل اللي عندي في الليستة في الجوال، ترى الواتساب حقي اخترق لا تتجاوب معه. هذه أول خطوة أعملها. ثاني خطوة يعني حتى ممكن عن طريق كلنا أمن، عن طريق تطبيق، يعني في تطبيق داك إنما أروح، ما أظن يعني ذهابك الشخصي للمركز في الجرائم الإلكترونية، يعني الجرائم الإلكترونية لا لها قنوات خاصة، ما أظن إنه صحيح، إنه لها إجراءاتها. أنت ممكن تبلغ، نعم تطبيق كل أمن بلغ به، ليه تروح هناك؟ ما زال جوالك تحت تحكمك، الفقط المتحكم فيه الواتساب. لا تعتقد أن الجوال كله متحكم فيه، لا، فقط أنا بتكلم على الشائع الآن. يعني ممكن بعضهم يرسل لك رسالة واخترق جوالك ويتمكن فيه، بس هذا متقدم شوية. بس الشائع الآن حتى أغلب الشباب اللي لسه سنة أولى روضة في التهكير بيستخدموها.
جوالك تحت سيطرتك، ارسل رساله نصيه، حاول يعني تحمل الواتساب بزنس اذا استطاع، اذا ما كان الهاكر قد نزله، حاول قبلها تفعل موضوع التحقق بخطوتين من 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 شخصيتك. لا تحتفظ بكلمات السر، ارسل رساله نصيه لو تهكر جوالك، بلغ الواتساب حتى لو ياخذ نص يوم يوم، ولا يجلس يومين ثلاثه، بلغ تطبيق كلنا امن ما يمنع انه تروح المركز. والحذر هذا مو صحيح، ما اظن انه صحيح. يعني واحد ما يروح للشرطه اول شيء؟ لا شرطه، يعني اذا تطبيق كل امر بيسهل لك المهمه انا اروح ليش؟ الان تطبيق كل امر نزلوه، جميل جدا، جميل جدا 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 وسهل جدا، ولا عن طريقه يا اخي، هم عاد يرشدوك روح للقسم ولا تسوي ولا عمل، هيجوا معك. الان كله تطبيقات ذكيه، كله الان تطبيقات ذكيه. ايش سوى المراح مالي؟ اعطينا قصته المراح ايش، خلينا ناخذ استفيد تجربته، اللي يسمعوني يسمعوا يستفيدوا يا ابو يا دكتور. والله هو بس سبحان الله، يعني اطلعت كده على السريع كده بيتكلم انه راح للشرطه وبعد كده ما كمل، لعله معروف شو اسمه عبد الله هوساوي. ما ونعم، بس ما اظن يوصل النتيجه. ايوه إيه، بس قلت خليني انا اخذت على قولهم بس بدايه الكلام، قلت خليني استفيد منه. استفيد منه لو الاسبوع الجاي اذا الله احيانا، غير انا استفيد انه كلنا نتعلم بعض، كلنا نستفيد من بعض. يعني التجربه كنت اللي اسالك كمتخصص من الناحيه الامنيه. تفضل. لا قلت الخطوات يعني الاكثر دقه، يعني دائما نرجع للمتخصصين قد هو يكون اجتهاد مجرد يعني اجتهاد. هي هذه في مجملها، هذه في مجملها يا دكتور. يعني في الاساس انا اعمل وقايه، في الاساس الوقايه، ما لم تعمل وقايه فتبقى المرحله الثانيه صعبه. نعمل وقايه، نزل انتي فايروس، نزل الحمايه بخطوتين، لا تثق في اي رساله تجيك حتى لو كانت من نفسك. لو الله قدر وقعت في المحظور، زي ما قلت لك ارسل رسائل نصيه اول شيء لجميع المضافين عندك في الجوال، ترى انا جوالي تهكر. وزي ما قلت لك خلينا فرصه الان، خلي الكل اللي يسمعنا الان، اللي الهاكر لما يجيك على الجوال ويقول لك ارسل لي بطاقه، ارسل لي هويه، ارسل لي رقم تستر، ارسل لي رساله نصيه لجاتك، اعرف انه هاكر. لا من دون وانت مغمض، حاول قبل لا يصيدك صيده، زي ما قلنا لك القصه هذيك، استدرجه باي وسيله، الف عليها قصه، تفنن في الابداع الخيالي، اعتقد انك في هوليوود وألف فيلم هندي، أثير فيه الغريزة وتنجح بإذن واحد أحد. خليه يرسل لك رقم حسابه واسمه، وصور الشاشة لأنه حيمسحها زي ما صار معي، صور الشاشة والثقة وانت جالس محلك، كلنا أمن، أرسل لهم ترى هذا صار وصار وصار، ودولة حيختفوا بإذن واحد أحد. لو واحد منهم اثنين ثلاثة مسك زي كده حينتهوا. لكن دائما نحن إذا كنا سلبيين ولا نتفاعل في الإبلاغ أو التبليغ أو نشر معلومة، حيستمر هم في الأمور هذه. طيب إذا ما في استفسارات لعلنا نكتفي، عشان بس لا نهرج، بس هرج ما يعني. إذا في أي استفسار أي طبعا الآن نزل تطبيق أو ليس تطبيق، يعني موضوع التنقل، تصريح التنقل لأسباب يعني إنسانية أو اجتماعية أو شيء حتى داخل المدن، اللي عنده ظروف فعلا فعلية سواء داخل المدينة أو خارج المدينة يدخل على الموقع هذا، وطبعا مربوط، ولا تخش على موقع من دون تكون شاك فيه. خش على الرابط ويفتح لك، يطلب منك بيانات ما هي منطقية، لا يعني هذا بالذات حيدخل لك على ابشر في اسمك واليوزر، وحيجيك رساله
منهم تأكد لك يعني في حتى هم يأكدوا لك أو يعني في خطوات تخليك تطمن. فلا تثق بسهولة فيهم لأنه هم أذكياء جدا أذكياء جدا. فخلينا نكون نحن أكثر منهم ذكاء. نتمنى أن تتفاعلوا فعلا مع أنشطة وفعاليات مراكز الأحياء ومركز حي المسفلة بالذات. طبعا مركز حي المسفلة قائم على أعمال تطوعية مجتمعية. هدف الأساس توثيق توثيق أواصر الرباط بين الجيران بين سكان الحي. في الفترة الأخيرة مع أزمة كورونا أسست لهم المهام الإضافية. تفضل يا علي أنت لا تخرج آخر. أقول موضوع أمن المعلومات صراحة موضوع مهم. فاقترح أنك تخصص له لقاء يعني متكامل بعنوان أمن المعلومات من وجهة نظر أمنية أو من رؤية أمنية. حقيقة الموضوع جدا مهم يعني وحديث الساعة. يعني لو تخصص له لقاء وتعرض له بعض المحاور ثم بعد ذلك رحم الله إمرنا عارفة قدر ومجرد أنا هو لقاء حبي يمكن يكون لقاء تكاملي مع صاحب تجربة تقنية أو خبير تقنية. هو وجهة نظر أمنية أفضل مني يا دكتور التقنيين المختصين في الأمور هذه. أنا يعني خبرتي جنائية وبسيطة جدا في الأمور التقنية فما ألبس توب مو توبي عليه. ولا تخرج من اللقاء ترى نهكر جوالك أنت بنفسك. طيب نتمنى أن فعلا تفاعلوا مع أنشطة مركز حي المسفلة بالذات. يعني في النهار أعمال إغاثية في الليل أنشطة اجتماعية. نحتاج دعمكم نحتاج دعائكم نحتاج تعاونكم وتفاعلكم. نجتهد أن, 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 أن نقدم ما هو مفيد ومثمر إن شاء الله. ولو في قصور سامحونا نحن بشر لكن نجتهد أن نصل للكمال بإذن واحد أحد. بدعاكم بدعمكم إن شاء الله سنصل للكمال. يعطيكم العافية تصبحوا على خير ولا نلقى الأسبوع القادم إن شاء الله أحيانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.